والذي رفع سبعا بلا عمد يا اخواني في المسجد، في مسجد وصلينا الجنازة وفي ناس كده في المسجد يقعدون في آخر المسجد مسوينا مركز. يا أخي شوف في حديث عظيم مرة معانا في الترغيب والترهيب، حديث رقم 339 في المجلد الأول في كتاب المساجد، عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم. إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. أخذناه في الترغيب والترهيب. إن للمساجد أوتادا، إيه معنى أوتاد؟ يعني وفي رواية عند أحمد وهو أيضا عند الإمام الحاكم وغيرهما قال: إن للمساجد أوتادا هم أهل الصلاة والذكر. مش واحد قاعد مركز مسوي فخر يقول لك انا الحديث ده يخصني انا. وتد، وتد مين يا عم؟ انت وتد في الغيبه والنميمه جزاك الله خير. وتد في الصلاه والذكر، انك تدخل المسجد القاك جالس يا اما في صلاه يا اما في قران يا اما في استغفار، مش بعد ما صلى عباد الله وانت ماخذها ورا وجايب الكراسي وجالس كانك في مركز. لا، انت من الذين قال فيهم النبي عن ابن مسعود عند الطبراني اعله بعض اهل العلم وحسنه الالباني، قال: سيكون في آخر الزمان أقوام يجلسون في المسجد حلقا حلقا مائدتهم الدنيا فلا تجلس معهم فليس إلا فيهم حاجة. وده من دلائل النبوة، وجدنا هذا. ما يغلق المسجد، هو جالس ورا وتكة وجمع معاه البشكة حقته وشغالين شغالين، لا سابوا اللي الجنازة اللي صلينا عليها، ولا سابوا جار المسجد، ولا سابوا المصلي، جالسين ضاربينها من الظهر لحد الساعة 2 2:30 ولا من المغرب إلى العشاء، ما تعب ولا قرأ جزءا واحدا. والموفق يا أخواني من وفقه الله، أي والله العظيم، وما توفيقي إلا بالله. يا أخي سبحان الله، في هؤلاء ما تعب من الكلام،